السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف باسم حضرتك ومن أي بلد مشرفنا؟ سيد غالب حسن عبد الله الراوي من العراق، مدينة الموصل، مستثمر مدير المفوض لشركة جبل خاسون للاستثمارات السياحية. أهلا وسهلا فيك، شرفتنا. رأيكم بالمعرض وأيضا رأيكم بالشركات التركية العارضة المتواجدة معنا؟ طبعا بالبداية نشكر احنا شركة تراب للاستثمارات العقارية والمستلزمات للإنشاءات. احنا بالنسبة رأينا في المشروع والملتقى جيد من ناحية الإنشاء وناحية الإعمار والاستثمار والسكن. طبعا احنا بالبداية يجب أن ما ننسى تركيا من دول الجوار للعراق، ودائما تفكيرنا وتنميتنا في المشاريع الاستثمارية والعقارية مفتوحة من حيث قرب البلد للبلد، ودائما مستلزمات الداخلة في الإنشاءات مستلزمات جيدة جدا. يعني البضاعة التركية بضاعة جيدة وبضاعة، يعني احنا في أجد والاقتصادين عندنا نفكر أنه من ناحية القيمة قيمة يعني إنتاجية راقية وقليلة. تشرفنا بحضوركم، أكيد تشرفنا بحضور جميع رجال الأعمال من دولة العراق. نعم، شكرا جزيلا وبارك الله فيكم، وإحنا نشكركم دورنا وعن اعتبارا عن الجالية العراقية الموجودين في تركيا وعن الشعب العراقي، ونشكر تركيا في استضافتهم هكذا مشاريع. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك.